خبريه متعلم يا ابو عقل نوي، ازاي تدخل دماغك حكاوي العيال دي؟ همام اعترف لي بكل حاجه وانا صدقك. اضحك عليك عشان يرمي التهمه في حج واحد ميت ويضاع علينا طرنا منهم. ما تتكنوا عاد، بكره هنعرف ايه الحكايه. ما خلاص يا وجيده ما بقاش فيها بكره يا اختي. ولدك لغى المحكمه وصدق همام. فضها سيره يا عمي وفوض امرك لله. ربنا امر بقتل اللي يسعى في الارض بالفساد. ودياب بينخر على الفساد بابره. علشان كده انا هنفذ حكم ربنا فيه واخلص عليه ومحدش لصالح بيا. اوعي يا بت. لا ورجوتك انا ارضى عنك. حاول ترضي عن اللي في راسه. وخلاص راكبين فوق نفس البندريه ولينا عندهم جميل. هما يعني بيسون الجميل دول اول ناس ما لهمش كلمه. واحنا عايزين ايه يعني غير العيشه في امان؟ يعني جات الحق. دياب طول عمره بيدور على شر بمنكاش. بيتا تغريد يطلع لحد بره. يلا خد يا بت هاتي حبه لابوكي. يلا يا حبيبتي. يمين بالله لو كان قتل دياب هيخلينا نعيش في امان لكنت اول واحد اقتله، لكن انا عارف انه هيولعها نار. هم ليه يا نسمه يطفي النار؟ ما عاوزينش نولعها. واه بكفاياك وردت وجع دماغ. بقول لك ايه، انت هنه مكان ابوك وكلمتك نافده على الكل، وان كان على عمك ناجي اتبات نار تصبح رماد. ربنا يهديه ويعجله. قوم يا اخوي قوم، محضره لك فرشتك. قوم كده مش عايزين نلاقي. طيب تصبح على خير. انت من اهل الخير. حنام نوم العافيه يا رب يا اخوي. سلامه بنتي يا تغريد. تعالي بعد ما تخلص الماموريه دي اجيبك عندي. اقعدي مع امي اتفرجي على التلفزيون. ولا يهمك يا نور عيني، يا حبة قلبي من جوه. هو سواد الليل ومن الفجر هروح أكسر بيت الخواجات وأقعدك فيه معززة مكرمة لغاية ما نخلصوا بيتك اللي حيكون أحسن بيت في النجا، وبعد كده مش هنفترقوا عن بعض أبدا. مش معنى أنا اللي نطلع من البيت، هو أنا مش ليها فيك زي اللي ليها؟ ليكي ده أنت حتى ليك الكوم الكبير كمان، بس برضك ما تنسيش إن هي أم عيالي والعيال ما يستغنوش عن امهم زي ما انا ما اقدرش استغنى عنك يا نور عيني. واديني معاك اهو وهنقضوا مع بعض احلى ليله في الدنيا. ايه ده؟ تسلم لي يا سيد الرجاله. هو في احلى من النوم في الدراوه؟ طب ده انا الودي ودي يطلع علينا النهار والناس تشوفنا نايمين جار بعض علشان يجوا يباركوا ويهنوني على ساعتي. خبر ايه؟ مالك قلبتك ده كانك فرحانه باللي هيحصل. قلبي طاير من الفرحه، فزت بسبع السباع. تسلم لي يا سيد الرجاله. في ايه يا وليه؟ يا جارتي انا يما. مين؟ مين اللي بيخبط؟ افتح يا شوقي، انا في سمرت نافع. يا مرحبا يا مرحبا، اتفضل. كتر خيرك يا اخوي، انا بس عايزاك في كلمتين واحنا قاعدين هنا. ما يصحش، دي بيت واد عمك. اسمعني قبل ما تطق من جنابي. اتكلمي براحتك. اغراب الشومه بالحمد
جاني يقول لي خبر اكحل، النافح هو اللي سرق بيت حسان ولقي الحجاب بتاعه واقع منه. يعني هياخدوا بتارهم من الميتين؟ هم لقيوا فلوسهم والحكايه دي خلصت خلاص؟ لا ما خلصتش. انا عارفه جوزي زين ده خواف وعمره ما يقدر يعمل عامله كيف دي وحديه من غير حمايه. شوف يا بنت عمي، موضوع ده شر، كل ما تقفل يكون احسن. بس حرام العار يحط على راس انا وعيالي من غير ما يحط على راس اللي شرك جوزي، ويمكن كمان هو اللي جبره على كده. يا نفيسة، الحقيقة كلنا عرفناها بالعقل، بس الحديد فيها يحط بالعار على راس العيلة. يبقى ما فيش غيره غدياب، هو اللي وزه، مش بعيد يكون هو اللي قتله من خوفه لا يتفضح. في حد يجرس حنش من غير ما يصرخ ولم عليه امه لا اله الا الله؟ يعني ايه؟ يعني اللي نايم جاره ده هيقوم، مش يقعد نايم للصبح. انا كان قلبي حاسس. طيب يا دياب، طب ورحمة نافع مطروق النار اللي في قلبي اللي بدمك يا دياب؟ مناع افتح يا مناع، مناع مناع افتح يا ولد. حاضر. خبطي على ميتين. في ايه يا مرت عمي؟ عمك راح يتخ دياب، كله بتفهم وما عاوز يفهم. حب على يدك تلحقه. طب روح انت دلوق. يا على عقلك يا عمي. رحمه ابوك رحمتكم مني النهارده انت وامك. كفايه يا عجل وقيع، ايه اللي حصل يعني؟ راجل واتجوز على مرته جديده دي؟ طيب انا هنخلص عليها عشان نحكي احرق ابو اللي خلفوكي. شوفي انت مش هتتعدلي غير لما تاخدي قلمين يفوقوكي. خلاص يا عم خلاص، هملها يا عم هملها. سيب الخنجر ده، الخنجر ده مسموم. هملها يا عم، ربنا يعلم بالنار اللي فيها. وعاملينها ايه؟ مش كفايه اني هملت لها البيت؟ لسه الخنجر ده في اي حته وانت فوتي كنت بيعمل. يلا بقول لك يا دياب، مرتك اتخوتت خلاص، الاحسن نبعده عن هنا. ويقولوا دياب خاف من مره، والله ما يكون، وعليها الطلاق بالتلاتة رجية. لو رجليك خطت العتبة لا تفلك مطرحك. خلاص يا عمي ناموا انتوا، انا هتربس الباب وانام جنبه، ما تخافش. يا بنت ما تقومي تنامي، نامت عليك حياتي. نار نار يا عمتي، حاسة ان جسمي موهوج وهطرشك خلاص. قومي كبي على نفسك كوزين ميه ساكعة. ولا مية العين كلها تبرد ناري، ما هيطفيش ناري الا نتحنى بدمها ودمها كمان. بيني دمك انت اللي هيسيح وهتتحرمي من عيالك بدري بدري. منك لله يا همام، انت اللي زرعت العقربة دي هنا. بس بس اسكتي، انت ما عارفاش حاجة، لان جوزك كان بيروح لها من زمان ولوحده من قبل ما يجيبها هنا. دي حكاية قديمة. يجيبها هنا عشان يفرسني ويكدني؟ والله ما يكون، انا مصبرش عليها اما تموتني منقوطه. يا مري دي اكيد ناويه على الشر. ده ناكل قلبك. بيت تعالي يا بيت. مخبوله، الله يكون في عونك يا رقيه يا بنت. دياب دياب. في ايه؟ الواحد مش عارف ينام في الليله الغبره دي. النهار قرب يطلع يا اخوي، واحنا نايمين كده هنتفتحوا قبل ما يعرفوا خبر جوازنا، عشان كده اني هنروح. طيب طيب روحي روحي. دياب اني هنروح. روحي روحي. طيب يا رقيه طيب. عليك يا دياب، أقصى عليك يا دياب، أنا عليك ولد عمك تقتله؟ فاكره فروج مش هيلاقي اللي ياخد طاره؟ آه يا حرقة قلبي عليك يا نافع، وأنا بقول بيجيلي في منامي كل ليلة ليه؟ أتاريه ما مرتاحش في قبره. بسم الله الرحمن الرحيم.
عوافي يا نفيسه. انت مين يا خيتي؟ انت ولا جن؟ انا ام جميله معوده بيتي اقعد فيه. تاهلي مصحيكي لحد دلوق. ما خلاص يا خيتي، النوم فتح عيني وتحرم عليها لحد ما اخد طار جوزي. سلامت عقلك يا اختي، هتاخدي طاره من الحنشه ده قدر ومكتوب. ايوه هاخد طاره من الحنش اللي جرسه. سلامت عقلك يا اختي، فتك بعافيه. مع السلامه يا خيتي، ان شاء الله ما تشوف عافيه ابدا يا دياه. قدرني عليه يا رب، قدرني عليه. لازم اسافر، ما ينفعش يعني اسيب عمر لايس لوحده مع ابوي في المستشفى. طب اقعد افطر الاول وبعدين ابقى اسافر. ترى ايه يما؟ انا خلاص اتجوزت وخلفت، الساكي بتعاملني عن عيل صغير. مهما كبرت هتفضل في عيني صغير طول عمرك، ولا ايه رايك يا فاطمه؟ ونيان يا خاله، ينفع اتكلم بعد كلامك؟ ده حتى سيمنا بقى انساني خالص. هفوتها لك يا بنت مغاوري. اه يا فاطمه، وانا اقدر انساكي برضك. انسيني انت، يلا روح عند اهل عمي وخالتي خليني اسلم عليها. هتاكلي معايا تغريد؟ جبنه ولا عسل؟ عسل. انت اللي عسل يا عسل. يلا فاطره قولي لي يا تغريد، نفسك ايش تروح المدرسه؟ نفسي يا ابوي. بتجي المدرسه؟ ده انا اوديكي احسن مدرسه، اوديكي المرجديه عشان تتكلمي فرنساوي. يا سي مناع، يا سي مناع. في ايه يا زرزور؟ دياب البندار انقتل، دياب البندار انقتل. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. امنت بيك يا رب يلي بتقبل دعاء الولايه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني انت اللي قتلتيه ولا لا يا نفيسه؟ لو انا اللي قتلته كنت درت النجع ارجز وزغرت، لان خدت بتار جوزي. ولو عايزين تقتلوني اقتلوني، انا مش هكون اعز عليكم من والد عمكم نافع اللي قتلتوه. بصر كلامك، اللي قتلتيه ولا لا؟ انا بقول له يا همام. ملك صالح انت يا مناع، وانت كمان يا ناجي، يكون في علمكم انتوا الاثنين. الشك زي ما هو طايلها طايلكم انتوا كمان. ربنا خلاك تشك فيا انا كمان وتجيبني لهنا عشان اشوف دمه سايح وناري تبرد. بقول لك يا مرأة مخلولة، قسما بالله لو ما بطلت الحديد ده لكون قاطع لسانك. وبتوريني مين هتكفل بعيالك يا نفيسة؟ اللي انت جاملي من الظالم قادر يربي عيالي. خبري يا نفيسة، اهدي يا بنت الناس واعدلي امال. احب على راسكم تسامحوا جوزي نافع. جوزي نافع كان خواف وضروري اللي وزه وجوه قلبه هو دياب. يمين بالله مرة لو ما بطلت كلامك الماسخ ده لكون قطع لك لسانك الزالف ده.
الحمد لله فلوسنا رجعت لنا بالتمام والكمال يا نفيسة، والمسامح ربنا. انت وعيالك ملزومين مني لحد ما العيال يكبروا ويبقوا رجالة ويعتمدوا على روحهم، واكلكم وكسوتكم هديكم من بيت حسان. ربنا يجعله عامر دايما بحسكم يا سمناع. يلا قومي معاي دلوقتي يا نفيسة وخلي الرجالة يتحدثوا. تعالي هدي لك موضوع الشك وما الشك ده، لاني مقدر ظروفك وعارف اللي انت فيه. انا مضطر امشي، كان بودي همام يعني استنى معاك لحد ما تاخد عزا عمك، لكن ابوي في المستشفى وحالته خطر. معلش يا منى ما تاخذنيش، عايزك تبلغ عمي حسان ان العيبه اللي طلعت مننا في حقكم في رقبتي، في رقبتي يا منى، وانا ملزم باللي احكم بيه عمي حسان. خلاص فض هسيره ولم المولد ده. هتجنن هتجنن يا مناع، نفسي نعرف مين اللي قتل عمي. انا هقول لك على الشيطان اللي لازم تروح له او تقطع راسه وتدفنها مع عمك، ومش بعيد تلاقي دم عمك على خلقاته، لأنه كان منكاد منه. مين؟ مين يا مناع؟ قل لي غيرتني. بأنه هرب يا كبير. اقلب الوضع عليها واطيها، شوف أي حاجة. شوف أخرى جديد يا كبير، عليها دم، ده دم أسود وناشف قديم. بالله جلبية حريني كان بيعمل عليها سحر. بقول لك يا شوقي، احرق الوضع ده مش هنشوف لها اي اثر، وتاخد معاك رجلين وتدور في النجع كله. عايزك تجيب لي ابو الحمد حي او قتيل متعلق من عرقومه. يلا يلا يا رجال. الله ما دايما لوجه الله، الله يرحمك يا دياب. بقايا في حياتك يا همام. لا ناجي، انا مش هاخد عزا عمي غير لما ينقتل ابو الحمد. على اي حال انا جاي اقول لك شد حيلك، مفضلش الا انت دلوك للعيله كلهم في حمايتك ومتعلقين في رقبتك. فرصه ولد عمنا نبتدي من جديد، وبلاها زراعه الحشيش دي ولو انها طلع من عيني. اسمع يا همام، كيف ما قال مناع ولد اخوي، الحكومه عن قريب جايين هنا هيحطونا على الخريطه ويضمونا لاقرب مركز، علشان كده ما يصحش يعني الحكومه تجي النجع يلاقونا بنزرع حشيش. احنا سمعنا الحديث الماسخ ده قبل كده وما فيش حاجه منه بتتحقق، وبعدين لما نبقى نشوف نفر واحد من الحكومه جاي على بعد 100 كيلو نبقى ساعتها نقلع الحشيش ونقول لهم اهلا وسهلا. بكيفك، وانت حر في اهلك وناسك. الا مفيش حد من عيلة عبادي جاي عزينا كيفكم. كيف يا همام؟ انت ناس ان دياب الله يرحمه قتل عبادي وسناري؟ كيف عاوزهم يجوا يعزوك او يجملوك؟ صح، ومش بعيد ينصبوا عز عبادي وسناري الليله شماتة في عمي. لو عملوا كده يبقوا غلطانين، كانهم بيقولوا ان ليهم يد في قتل دياب. لا اله الا الله، اهدى. عشتوا يا بندرية، عشتوا رجالة البندرية، لقيتوه وقتلتوه ها؟ لقيناه مرمي على الطريق قاطع النفس. أعوذ بالله، وشوا عليه غضب ربنا، ده ما يدفنش في تراب مسلمين ده، شوفوا له أي متوة. وشه مزند، كأنه مخنوق يا ناجي. ولا يكون طصته عربية. خدوه، خدوه افحطوا له فحطة وارموه فيها. دلوقتي أقدر أقول لك البقايا في حياتك يا كبير البندرية،
والليلة هجيب رجالة العيلة وهناجي نعزيكم. شايفك ده ناجي؟ خذ بنصيحتي يا ولد الناس وارفع راسك وسط الناجع، وقول إن أخذت بطارك من أبو الحد اللي قتل دياب عمك. انصب العزا وتوكل على الله. ولو العبايدة نصبوا عزاهم الليلة؟ أنا هروح لهم وهقول لهم يكسروا الشر وبلاش يدعوا نفسهم بالكذبة حاجة ما عملوهاش. شوف يا ناجي، لو العبايدة نصبوا عزاهم الليلة هيبقى اعتراف منهم إنه هم اللي قتلوا عمي. أيوة، ويتحملوا النتيجة. راس عمي بعشرين راس من العبايدة. ولا واحد ولا عشرين، هي على كده خلصت خلاص، والبقية في حياتك يا كبير البندرية. يلا يا مغاوري. يلا كبير، حياتك الباقية يا ناجي. الحمد لله على السلامة يا كبير الحوايط. بعد عني بعد عني، لو مربي كلب ما كانش هاملني زيك. طبعا كان جاك تحت رجليك يهز بديله ويهوهو من غير لازمة. اسكت يا ولدي، كنت بصرخ زي الولاية من وجع الرأس. المهم انك قمت لنا بالسلام وبك تحسن من الأول كمان. الحمد لله. أنا جبت لك أخبار كلها زينة. شايف الفلوس دي؟ طبعا تعرفها. جبت لك الفلوس المتعلمة عشان رايح بالك. فلوس اللي اتسرقت، ومين اللي سرقها يا ولدي؟ نافع ودياب، ودسوها بجبل العين، بس انا بعون الله لقيتها. وهملتهم يا ولدي؟ هملت اللي حطوا راس ده في الوحل. مدايم لوجه الله، اقرا الفاتحه ليهم يا ابوي، هننتقم من اموات. ماتوا موتة ربنا ولا اتقتلوا؟ ما تتعبش روحك، هحكي لك على كل حاجه، بس بشرط كلام اللي اقوله لك كانك ما سمعتوش. اتفقنا يا كبير يا ولد الكبير. تفضل. مدام نورهان زوج الصديق العزيز. اهلا يا بروفيسور. انا اسف انا جيت لك مكتبك ولكن مضطر. تحت امرك، تفضل. شكرا. مش لاقي مناع بيه وفشلت في كل محاولات الاتصال بيه، كنت عايز ابلغه بنجاح التجارب اللي حصلت في المصنع بتاعه. مناع بيه مشغول جدا مع مريض يعز عليه، وهو لسه ما رجعش من جنب. مناع بيه ده عاطفي جدا، مع اني طمنته على صحه ابوه. ده انا جايب له اعظم جراح مخ وعصاب في العالم كله، دكتور ديفيد كيمول. هو قال لك انه مع ابوه؟ انت ما تعرفيش انه ابوه؟ معقول مناع مخبي عنك ان ابوه عيان وفي حاله خطر؟ لا طبعا، رحت وزرته. اصل لسه راجع قريب من بره، ويا دوبك ماضي معاه عقد ابتدائي كده وشراكه في المصنع. وحضرتك كمان شريكه في المصنع؟ مدام نورهان، ممكن تعزميني على فنجان قهوه؟ انا عميل مهم عندكم في البنك وعايز اتكلم معاكي شويه، واظن انك انت عايزه تسمعيني. راضي عني يا ابوي؟ راضي عنك يا ولدي، وزين ما عملت. طب انا عايز استاذنك عشان عندي شويه مصالح في سوهاج عايز المها. بقول لك يا ولدي، مش هتجيبي عيالك عشان اشوفهم؟ قلت لك هجيبهم لك يا ابوي، بس خف انت وطيب وهتلاقيهم قدامك ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا ابوي. الكلام ده ما ينفعش يا مناع بيه، انت طولت معاه في الكلام، واحنا عايزين نوفر له هدوء وراحه نفسيه اكتر. شوف يا دكتور، انا بعون الله دواء وفايتهولكم نفسي تحسن من الاول كمان. طريق السلامة يا ولدي. ربنا يريح بالك يا ابوي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نكشف ونتأكد. يا عمر، هترتاح خلاص من نومة الأكندة، هتقعد هنا جار عمك حسان. انت مش هتقعد معانا ولا ايه؟ لا، ادي اليومين قفل الموبايل، واكيد في شغل متعطل في سوهاج. هتغيب كده في سوهاج؟ يومين بكتير. ما اقول لك، انا اتفقت مع عم ناجي يجيب نسمع معاه المره الجايه وهنكتب كتابك هنا. خد يا سيدي ده جزء من حقك، وبقيت لك منطلونين على قميصين على جوز زمه، روق نفسك انت عريس. ولو عايز اجيب لك حد من اهلك انا وراجع ماشي. بعد ابوي وام الله يرحمهم انتوا اهلي وناسي. مبروك يا عريس، تروح وترجع بالسلامه مناع. انتوا جيتوا يا ولاد؟ قصدك لسه عايشين يا بروف؟
احنا شفنا الموت بعينينا. مناعه طلع خطير جدا وعقبه كبيره. انت هتقول لي ما هو سبق قتلني انا والرجاله بتوعي اللي من ضمنهم جاكوب اخو تلوجاني. انا يا ريت يكون شرف قتله من نصيبي انا يا بروفيسور، عشان اهدي النار اللي جوايا وانتقم لاخويا جاكوب وليك يا بروفيسور. لو المنظمه طلبت ان انا اقتله هكلفك بالمهمه دي، بس ما اظنش ان ده هيحصل قبل سنتين ونص، على بال ما يخلص اللي عليه. خلال السنتين دول هنعمل ايه يا بروفيسور بعد ما طردنا من النجم؟ انت عملت اهم خطوه، اشتريت لنا البيت وبقالنا حق جوه ارضهم. همام ضعيف وبيخاف من مناع، وانا شايف ان لو ضمنا دياب لينا هيكون مكسب كبير قوي. ودياب ما بيخافش من مناع؟ امال ليه ما دافعش عنكم؟ لان همام سمع كلام مناع، وهمام كبير عيلته. يبقى مناع هو الاهم، والمنظمه كان ليها حق لما قالت ان مناع هو مفتاح بوابه الصعيد. اما بالنسبه لدياب بقى انا اعرفه كويس واعرف استخدمه امتى وازاي. يا ابوي ايه المفاجاه الحلوه دي؟ والله كانت منيت حاجه واتحققت. يا ما كنتش عارفه اني حسدك للدرجه دي. انا خايفه اصدقك. وليه مش مصدقه؟ ده انت نور حياتي كلها يا نورهان. مصدقك لانك عمرك ما كدبت عليا ابدا. البروفيسور فايهايزر عدى عليا في البنك وساب لي العقد ده. الله يحرق ابو ابوه. انا عارف طلع مني انت شيطاني. مناع انا عايز افهم كل حاجه وبصراحه ووضوح، لان جالك هيموتني. جالك حاجه الشيطان ده؟ قال لي انه معرفه قديمه من ايام ما كنت في الثانويه، وكان بيعلمك الزراعه في اسوان. زراعه؟ زراعه ايه؟ زراعه نباتات طبيه بتتباع بسعر غالي قوي. وي 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 يكونش قصده و... بيفتكر حاجات لها عمر. ايوه بس ده كان اسبوع واحد اتعرفت عليها عن طريق واحد خواجه معرفه، ولقيته بيزرع في الصوبة عنده في الفيلا يعني نباتات غريبة فعجبتني، قلت له علمني علمني. وبعديها ما بشوفش غير زهورات يعني كل حين ومين. الغريبة انه قال لي انه بيعلمك الزراعة انت وابوك، واللي انا اعرفه انك ملكش اب ولا عيلة. هو في حد بيتخلق من غير اب ولا عيلة؟ ليه؟ مزروع شيطاني؟ بس انت قلت لي انت مش عارف جذورك فين، وان الطار قضى على عيلتك كلها. انا مش عارف ايه الداعي لكل التحقيق ده. مناع انا عرفت كل حاجه. انا رحت جنا وشفت ابوك وهو في العنايه المركزه. هقول لك على كل حاجه، بس انا والله العظيم كان فيني اقول لك من الاول. امتى يا مناع؟ امتى كنت ناوي تقول لي؟ افهميني يا نورهان، انا عشت طول عمري بعيد عن عيلتي، تربيت هنا في سوهاج زي اليتيم. اهل بلدنا كلهم ما لهمش اوراق ولا اثبات عند الحكومه، حتى العيال يتولدوا من غير اي شهاده ميلاد. انا كان من حق احلم، أحلم لعيالي بمستقبل جديد غير كده. وأما شفتك صممت، صممت يكون لي ناس محترف بيه منك انت يا نورهان. هو اختيار وانت طوعت إحساسك، واخترت من يومك تشيل عذاب ناسك، تشيل عذاب ناسك. كان ممكن تقولي الكلام ده من الأول من غير ما تنكر أهلك. أبوك كان لا يمكن يوافق على جوازنا طول ما عارف إن أهلي رافضينكم، غير إن أهلي ساكنين في مكان بعيد. نادي على الجبل دي ملهاش ذكر، ملهاش وجود على الخريطة من أساسه. مش عارفة أحكي الحكاية إزاي لبابا وماما، أقول لهم إيه؟ مش بقيت تحصل مشاكل ملهاش آخر. وإدعي إنك تقولي لهم حياتنا تخصنا يعني محدش تصالح بيها.
عشان قلت لهم اني شفتك وانت حاطط ايدك على واحدة. وقلت لهم انك شفت ابوي؟ لا، صبرت واستنيتك، بس انا خايفة الحكاية دي تقلب الدنيا. بعدين يا مناع جربنا نوصل على البيت، ما قلتش هنقول ايه؟ اقول لك بس اياك تعرضيني او تشكي فيا تاني، بس من غير ما تكدب. انا ما اكدبش، انا اقول الحق بس بطريقه تريح اللي قدامي. طب قول لي هنقول ايه عشان نبقى متفقين. هو اختيار وانت طوعت احساسك واخترت من يومك. تشيل عذاب ناسك حتى الحياة تنسك، فلا عطش ولا جوع يا ترى طارت لفوق ونسيت طريق الرجوع، ونسيت طريق الرجوع، ونسيت طريق الرجوع، ونسيت طريق الرجوع، ونسيت طريق. يعني ما ردتش على سؤالي يا بنابي. انا بس عايز اعرف مين اللي قال لكم ان اعرف واحده تانيه على مرتي. هو اللي يعرف القمر ده ممكن يعرف مره تانيه؟ دلوقتي بتضحكي؟ وقبل كده كنت منكده علينا. على اي حال اتمنى يكون اللي شافوك جوا المستشفى حاطط يدك على كتف المره اللي كانت معاك، اتمنى يكونوا غلطانين وان واحد شبهك. هم مش غلطانين، ده حصل فعلا، بس ان انا كنت حاطط يدي على كتفها دي زي اختي بالظبط، لا تجوز لي ولا جوز لها، يعني امها رضعتني وابوها رباني لحد ما بقيت كبير وقفت على رجلي. امال ليه يا ابني ما عرفتناش عليهم قبل كده؟ بصراحه انا قلت لهم يعني وهم استحوا، انا ما حبيتش اضغط على حد، بس لما عرفت ان ابويا عيان الحمد لله ربنا قدرني وعملت الواجب. يبقى الواجب تاخدني ازور ابوك بدل ما عرفنا معروفه معاك، وبالمره اتعرف على اختك. مش عايز اتعبك يا ابني، ما تريحها خليها تعمل الواجب. حاضر يا ستي، الاسبوع الجاي هاخدك اعرفك عليهم، وكمان يمكن تحضري كتب كتابها. ها انبسطتي؟ استريحت يا ست نور، قومي بقى جهزي الاكل لجوزك، زمان وحش اكلك. يا نورهان لو انت الفتره اللي فاتت دي ما كنتيش بتطبخي. انا اقول الاكل ماسخ ليه؟ يو لا مؤاخذه يا حماتي. وقعتينا في الغلط.